بعد المزيد حول هذه أو آخر أحوال الطقس ينضم إلينا في الاستوديو خبير الأرصاد الجوية الأستاذ عيسى رمضان. أبو أحمد صبحك الله بخير. صبحك الله بالخير. الأجواء جميلة، إيش حقت خرعونا شحالات المطر؟ لا بالعكس ما نخرع أحد، بالعكس إحنا نطمن الناس إن هاي أمطار خير، ولكن الاحتياط لازم والاحتياط واجب. سحب أنا قبل شوية جنوب ما في شيء، شمال أمطار رعدية، سحب الآن يعني كثيفة في شمال الكويت، لا تزال الفرصة كذلك مهيئة، ففقط الإنسان يحتاط يعني أساس كذي. إحنا ما نخرع الناس ولا شيء، ولكن فقط نقول أن خلوا بالكم المسافة بينك وبين السيارة الثانية، تدرون هالأيام امتحانات ويعني طالعين من المدارس، نفس الشيء أن الواحد يحتاط يروح مبكر شوية، حتى إذا بيروح الشغل أو عنده شيء يطلع مبكر على أساس لا يتأخر بسبب الشوارع الزلقة والمياه اللي موجودة. وأنا قبل شوية داش الوزارة أشوف يعني نقع ماي يبين من الصبح، وكذلك نفس الشيء جنوب، وهم نفس العملية. خلينا نشوف كمية الأمطار الآن اللي موجودة اللي نزلت كذلك في حسب محطات الرصد الجوي في اللي هو الأرصاد الجوية الكويتية، نشوف الكميات. يعني الحين الشمال مثل الصابرية 12 ملي، فكمية كبيرة. نعم. يعني احنا كنا متوقعين أكثر كذلك من 20 ملي اليوم، وقاعد نلاحظ الآن في مدينة الكويت 3 ملي، صوب السالمي والأبرق 2 ملي، الأبرق السالمي ما عليها ولا شيء، جنوب ولا شيء إلا الوفرة 3. الآن بدأت الأمطار 5 ملي مثلا على نويصيب وكذلك قارو و أم المرادم، صوب الأحمدي السالمية إلى الآن ماكو شيء، مطار الكويت الفرواني، هالمناطق لو شوفون بعض الأحيان يقول لك وين المطر؟ ماكو شيء، لكن ترى في بعض المناطق السحب اللي هي كأنها سرايات. هي دامنا قالوا يعني أمطار متفرقة رعدية ممكن يطقها الصوب ما يطقها الصوب. أكيد، وهذا إحنا مثل ما نقول مساحة صغيرة، ولكن السحب الركام الرعدي إنزين السراية شو تصير؟ إحنا نسميها السراية لأن هي سراية تمشي تسري إنزين، وهي سحب ركام رعدي. على حسب المنطقة يمكن تنزل كمية أنت بينك وبين 3 كيلو تنزل أكثر من 20 ملي مثل ما حصل قبل أيام، 40 ملي على منطقة اللي هو الخبار العوازم اللي يسمونها كذلك مطربة، مناطق ثانية والعبدلي أقل من 5 ملي، مناطق ثانية ما عليها شيء. فهذا نفس الشيء اليوم راح نتوقع كميات تكون يمكن في مناطق تكون غزيرة، أكثر شيء شمال الكويت، بعدين في فتشة شوية تخف السحب ترجع مرة ثانية. ترى لا تستهينون، ترى في مزيد من السحب مستمر اليوم مستمر اليوم تقريبا إلى المغرب المساء، بعدها خلاص تخف اللي هي كمية الأمطار وتتوقف بالليل ويدور الشمال. لكن يدور الشمال، الشمال راح هنا بارد كذلك. نعم. لكن شنو نقول، الضباب الرؤية المنخفضة خلوا بالكم في الطرقات، يعني اللي طالعين شمال الآن الرؤية أقل يمكن من كيلو، تنزل الرؤية 500 متر أحيانا، فترة المطر لا تنزل إلى حتى 50 متر فقط. صحيح. فهني بس نقول هذا اللي إحنا دائما نقول نحذر وننبه على هالأشياء هذه. نروح البحر أبو أحمد. البحر الحين. الحين. في الوقت. بالضربة الحين. أنت بن شطان. لا ننصح لا يطلع أحد البحر في مثل الحالة، فعلا ترى البحر يعني في أي لحظة مثل ما شفنا. صحيح. السحب، أنت قلت لي عن الدفان، ما الدفان في كثير الناس الآن قاعد تروح صوب الدفان على بنا قريب على بنا قريب، خلنا نطق الطراد كذا، ولكن غيمة واحدة وأنت عارف وحداك. صحيح. شلون أن الهواء الهابط من هذه السحب يمكن تغير الطقس في ثواني. صحيح. ويمكن تزيد اللي هي سرعة الرياح أكثر من 50، فاليوم متوقعين كذلك رياح قوية، البحر راح يكون عالي الموجة. أنا أقول عالي ليش؟ لأن بس نقول لهم الإخوان لا تجالسون ولا تطلعون في مثل هالحالة. صحيح. فعلا، فاليوم واحد يصبر الأيام الجاية هذه بالأحسن ما يمكن، ترى الهواء شمال دار شمال بعد إنزين، حتى السمكة راح تبين أكثر لأن الحرارة راح تنزل، شعم العود يبين بقى يبين إن مثل هالحالات هذه الآن ما في شيء. ليش؟ مثل ما قلنا حتى البحر تغير، يعني حتى البحر. صحيح. درجة حرارة الماء هذه تلعب دور كبير. صحيح. في حركة اللي هي الأسماك وغيرها، بس وجودها أيضا اليوم صبروا شوية الحداقة عن الطالعة لا تجازفون، ولكن الأيام القادمة إن شاء الله راح تكون أفضل بإذن الله. إذا الأمطار مستمرة لغاية المغرب إن شاء الله، وبعدها بس متفرقة يعني من فترة وفترة الواحد شوي وتوقف. وتوقف، وفي مناطق مثل ما قلت فيها زيادة في الأمطار أكثر. نعم. من 20 ملي، إحنا متوقعين أكثر من 20 ل 30 ملي أحيانا في بعض الأمطار. نعم. يعني مثل واحدة المحطات الحين زادت عن هالكمية هذه اللي أكثر من 10 و15 ملي، فشيء يعني حذرنا كذلك أن
هناك أكثر من هذه الأمطار متوقعة، وقد تسبب بعض السيول في المناطق اللي هي البرية وبعدها جنوب. نعم. نتمنى من الأخوان أخذ الحيطة والحذر كذلك. لا، كل الشكر لك خبير الأرصاد الجوية الأستاذ عيسى رمضان. بارك الله فيك، ومشكورين على يتفعل وتك.